لا تكمل لا تكمل. بس قبل لا عندنا شباب، انا دائما تعودت انه اعلن وانا واقف، فنقف جميعا شباب. وقف وادعي ترى احتراما وتقديرا. نعم طالع بالله ابو عابد تفضل هنا شباب. حاب امشي شوي في المجلس. حقك ما له حق لغيرك صراحة. يعني انا لما توقعت انه ما في فايز معنا يكون اليوم، الجميع يخسر، ما يقدر يسويها ابو خالد، ولكن صار العكس تماما صراحه. تقوز التريك طول بعض، يعني انت عليك العكس تماما صار اليوم. ترى بعض الاحيان سبحان الله انه تتوقع انه انت ما قدمت شيء، فجاه تلاقي نفسك فايز. تحصل كثير. انا واثق 600 سهم فاز فيها. افرح اخوي، انا واثق باذن الله. تصدق الطبق الوحيد، النتيجه بتظهر لكم عبر الشاشه. تصدق الطبق الوحيد اللي واثق فيه اني ماخذ الاول. احس اني بكون فايز لاول مره في مقادير، وانا فايز بمعرفتي لاول مره في مقادير. النتيجه راح تظهر لكم على الشاشه. يا سلام نبقى نتابع. يبقى لذتها. جاهزين يا كنترول؟ تبقى لذتها وطعمها من تمك طال عمرك لما تعلنها. يعني الله يطول عمرك. لا احنا بنغير صراحه. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. غيروا اللوكيشن لازم اغير. طيب على بال ما يجهزون الكنترول. افرح حبيبي. دائما اتمنى صراحه كل مشيف، دائما اتمنى الجميع يفوز، اتمناها بس كذا يعني. ولا الحقيقه تبي واحد يفوز؟ ابغى واحد يفوز زين. ما تبي هذه الحقيقه. احيانا ممكن ما تبغى واحد يفوز. انه نجاح مقادير، ميزه مقادير، فريق ينجح فريقين يفوزون، تحس انه تعادل. يدل على التنافس. تعادل. لا يا اخي انا ضد التعادل. عادي استقنع فيه ايجاب. لا لا بالعكس. التعادل يا اخي احسه خطا. يا اخي اذا انت طبقك حلو انا طبقي حلو. ادري حرام. في واحد بالتاكيد احلى. لا لو طيب مستحيل ان نفس الطبق. جاهزين يا شباب؟ اقول زين. اقول جاهز النتيجه؟ نتابع بصمت. نتابع بصمت يا شباب. اعطوني الشاشه تفضلوا. يلا جاهز. يلا فايز. انا فايز. 3-2-1 اعطوني اياها. صفر. هذا حال مطبخ اليوم. هذه اعلان النتيجه، معناته كلنا خسرنا. هذه صدمتي من طبق اليوم. الاسم سلام مرات علي ولا حسب خسارها. يلا ادخلك يا الولي. صراحه مطبخ اليوم كله صدمات صراحه. الحمد لله. شكرا. الفائز معنا اليوم ب 600 سهم مطاعها عندك. الف مبروك. 600 سهم راحت. جهز ايديك. جهز ايديك عشان تصفق. لمن سيتصافحون؟ الفريدي وسيف. الف مبروك. انا قلت لك افرح. للأسف إنه هذا كان مثل ما تشوفون الآن طبق فيصل أرجاني وزايد بن سابر. ليتوقع إنه مستحيل يعيدون عمل مثل هذه الأطباق. شكرا يا شباب، يعطيكم العافية، ما قصرتوا الحلقة. نذكر بالمتسابقين حلقة غدا مسفر بالرميثة.